وأنت ماذا قلت له لوبي؟ إنك تنظفين الجواهر لدى سائق تعرفين، فقال عليك أن تستعيديها بسرعة. يا إلهي، إنها مشكلة كبيرة. كان يجدر بك أن تطلب المال من فرناندو. نعم، لقد عرض علي الموضوع، لكن فات الأوان. يمكنك حل كل شيء وأنت تعرفين. عندما تقولين الحقيقة سترين كم سترتاحين. لكن لا أقدر الآن. إلى الآن ناندو لم يتعلم بما يكفي ولا يجيد أصول التصرف. وكم عليك الانتظار؟ علي أن أناضل لسنة على الأقل. خلال سنة ناندو سيتغير. أنا أعرف كم تتعذبين، لذا أظن من الأفضل أن تقولي الحقيقة لترتاحي. لا يعقل لوبي، هذا لا يعقل. ثم أولا أريد من ناندو أن يحبني كما أحبه. أتتصورين أنت بماذا سيفكر ابني إن عرف فجأة أنني أنا أمه؟ قدمته، كان رضيعا حين قدمته، وهو الذي عانى كثيرا لأني تخليت عنه بسبب جنوني. أي عقل؟ لكن الصبي يحبك ويحترمك ماريا. لأنه يظن أنني أساعده ليس أكثر، كأنه يشكرني، ولكن هذا ليس بحب. لا تفكري هكذا. عندما يعرف أنك ولويس فرناندو والداه سيطير من الفرحة ماريا. دونا فيكتوريا، يوم يدخل ابني بصفة الابن إلى هذا المكان سيكون حتما يوم احتفال وسعادة، لكن الآن لم يحن الوقت. آمل ألا تتعقد الأمور إلى ذلك الحين ابنتي. وإن تعقدت، تأكدي سأقوم بمواجهة الكل. لن يمنعني أحد من حماية ناندو ولا حتى زوجي لويس فرناندو. ابني يأتي قبل الناس كلهم، حتى قبل أنا. واليوم وحدها إرادة الإنسان تحرره. تحرره، نعم. تحرره. وأيضا إيمانه. إيمانه. إيمانه وشجاعته. أتسمحين لي أن أجيب؟ اهدأ نانديتو، اهدأ. نعم أجب بني، هكذا ترتاح. أنت تقرأ منذ وقت طويل. هيا. ألو؟ مرحبا نانديتو. كيف حالك؟ بخير وأنت؟ سعيد جدا، كنت أنتظر أن تكلميني. ماذا تفكر أن تفعل الليلة؟ لا شيء. أدعوك إلى حفلة. اتفقنا، متى؟ تبدأ عند 7. لكن كيف أذهب؟ الأمر بسيط، أعطيك العنوان، تذهب وتسأل عني هناك، أنا أصل قبلك. نعم، لكنني لا أعرف اسمك. أدعى ماريا دي لوس أنجلوس، دون العنوان. نعم، في الحال. تفضلي. مرحبا حبيبي. أخبرتني لوبي أنك سألتها أين أضع طقم الماس والزمرد الذي أهديتني إياه. نعم، وقالت لي أنك أخذت إلى الصائغ للتنظيف والتصليح. نعم فعلا، هذا صحيح. لا، لم أقل هذا ليس صحيحا، لكن الواقع لقد خيل إلي مما قالته لوبي أنك تشك بكلامها. لم أشك، لكن لو كنت أشك الآن تأكدت، فلا داعي لأن أشك أكثر. أنت لم تكذبي علي يوما. لا لويس فرناندو مطلقا. قالت أن أسأل عن ماريا دي لوس أنجلوس. أنا ذاهب لأمي. أرجو لك التوفيق حبيبي، حماك الله بني من كل شر وأذى، حماك الله والعذراء. لا تتأخر بالعودة. ها؟ لا أمي، لن أتأخر. إلى اللقاء.
مرحبا. مرحبا. أنت تعيش هنا صح؟ نعم في الطابق الأول. أنا جديدة هنا، انتقلت منذ مدة مع زوجي. تشرفت. وأنا أيضا. لا تعيش بمفردك صح؟ لا أعيش مع أمي. حسنا، إن احتجتما إلي أنا في الطابق الثالث، مفهوم؟ شكرا. بالمناسبة اليوم رأيتك تتكلم مع امرأة. نعم نعم طبعا. أهي حبيبة؟ لا، ماذا تقولين، لا حبيبة لدي. أستأذنك. تفضل. متى يصل ذلك الأبلة؟ عفوا، ماريا دي لوس أنجلس. ماريا دي لوس أنجلس قلت لي؟ نعم هذا هو اسمها. نهديتا، انظر هي هناك. شكرا. مرحبا. لم تصل عند السابعة تماما؟ بصراحة كنت أخشى أن آتي، لم أقصد يوما حفلة كهذه مع فتيات وشبان. ربما تحب الحفلات مع أناس أكبر سنا. لا، في الواقع لم يكن بإمكاني من قبل أن أذهب إلى أي حفلة. قلت لك. بما أنك أتيت استمتع، ارقص مع الفتاة التي تعجبك. أنا لا أجيد الرقص، أفضل أن أبقى معك. إن كنت لا تجيد الرقص لا تقلق، بيلي ستعلمك. ومن تكون؟ مالكة هذا البيت. تعال معي لأعرفك عليها. اسمعي بيلي، إنه الصديق الذي كلمتك عنه. حقا؟ إنه وسيم، تشرفت. أنا بيلار سيارة. أنا أضعف ناندو بيريز، ولكن ناديني باسم ناندو. سوف ترقصين معه أليس كذلك بيلي؟ ربما ناندو يريد أن يرقص معك فقط. المشكلة أنني لا أجد الرقص. لا ناندو لا تقلق، دعني أنتهي من تحضيرات الحفلة وبعدها آتي إليك كي نرقص. سوف تستمتع كثيرا، بيلي لطيفة جدا وتجيد الرقص. وأنت لا؟ بلى طبعا سترى. اسمعي، لما تتجنبينني؟ لما دعوتني إن كنت لن تكوني معي؟ ألا أعجبك؟ لا ليس هذا. ها هي بيلي، استمتع معها. أنا بتصرفك ناندو. اسمعي، ما بها ماريا دي لوس أنجلس؟ أهي مستأة مني؟ تيتا غريبة، ليست ممتعة، هيا لنرقص. قلت لك لا أجيده. دعني أعلمك لا تقلق. وإن أوقعتك؟ سأحترس. يمكنك النزول إلى العشاء، جلس الجميع إلى المائدة. سأنزل في الحال كارلوتا. نعم نعم، سأمرر الهاتف لأغريبينا. سررت لسماعك سيدتي. سيدة هادية. نعم سيدتي. هنا نانديتو؟ لا سيدتي، ذهب إلى حفلة. لقد طلب الإذن فسمحت له، لكن قلت له أن يعود باكرا لأنك لن تحبي أن يبقى في الخارج لوقت متأخر. هذا أمر طبيعي، علي أن يتسلى أغريبينا. نعم سيدتي، هو فرح جدا، تعرفين لما؟ مغرم بفتاة. مغرم؟ نانديتو؟ شكرا. لما لا ترقص مع بيلي؟ إنها تستقبل بعض الأصدقاء الذين وصلوا، وأنا أفضل الكلام معك أنت. أنا لست ممتعة ناندو. وإن يكن أفضل أن أبقى معك لأكلمك بدل أن أرقص هكذا وكأنني غبي. لا لست غبيا، بالعكس أظن أنك ذكي جدا وكثيرا. لما لا تخبرني عن حياتك؟ أود أن أتعرف عليك. ألديك أب؟ لا، أم فقط. والدك توفي؟ لم أعرفه يوما. ولما لا تدرس في المدرسة؟ كما قلت لك كنت أعمل دائما ولم يكن لدي وقت كاف، ولكن بعد أن تعرفت على السيدة تغير الوضع. هي طيبة جدا معي، تعطيني ما أشاء. أسكت أرجوك. ما بك؟ لا شيء لا شيء، سامحني. إن السيدة التي تحميك تحبها كأمي؟ لا أحب أحدا كأمي، أنا أحب السيدة كثيرا وهي تبادلني نفس الشعور. سيدتي، فتيات هذه الأيام لا يضيعن الوقت،
حسنا، هناك فتاة تتصل بالهاتف وهي التي دعته إلى الحفلة. أتعرفين تلك الفتاة أجريبينا؟ أتعرفين من هي؟ أتعرفين ما هو اسمها؟ آه يا إلهي، قال لي اسما كماريا مثلك. ماريا ماذا؟ لا لا أذكر سيدتي. مؤكد هي ليست علاقة جدية. سيدتي أشعر أنها جدية، لو ترين كم يكون قلقا حتى تكلمه.